الله الرحمن الرحيم. اليوم بنتكلم عن غرفة تكثيف الزيت الأويل كاتش كان. عندما يحدث الاحتراق الداخلي ينفذ ضغط من داخل غرفة الاحتراق إلى داخل البلوك اللي هو السلندر، ويتوزع الضغط ليكون ذا أثر كبير يؤذي الصوف والغاز جيتات. فممكن نشوف تهريب زيت من الكارتير، من غطى البلوف، صوف الأمامية، خلفية وما شابه. لذا فإن الشركات قررت سحب هذا الضغط اللي تكون عبر وصله إلى داخل ثلاجة المحرك من غطى البلوف. كان بإمكان الشركات سحب هذا الضغط إلى نظام العادم مباشرة، بما أن العادم يخرج بسرعة أو حتى عبر إطلاقه في الهواء بشكل مباشر. إلا أن الحكومات وبالذات الحكومة الأمريكية باعتبارها أكبر سوق للسيارات في العالم ألزمت المصنعين بوضع نظام صديقة للبيئة وصديقة للإنسان. فهذا الضغط عبارة عن هواء حار محمل ببخار الزيت، لذا قرر المصممون سحبه إلى داخل المحرك حتى يحترق ويخرج بصورة أقل ضررا على البيئة وعلى الإنسان. وفي هذه الطريقة مشكلة، يعني نقدر نقول شوي كبيرة. نحن من نبحث عن استهلاك أفضل للوقود أو أداء أكبر للمحرك أو صيانة أقل، لأن هذا السحب للبخار يقلل من جودة الاحتراق من جهتين. الأولى أن هذا البخار الحار تتباعد فيه ذرات الأكسجين بعضها عن بعض بشكل كبير، وبهذا يقل عدد ذرات الأكسجين موجود في كل لتر من الهواء داخل المحرك، ونضخ بنزين قد لا يساوي. ولهذا توجهت الشركات مع الموديلات الحديثة وضع حساسات لقياس ضغط الهواء داخل المحرك، ماب سنسر، وحساس يقيس درجة حرارة الهواء الاير تمبريتشر سنسر، وبذلك يتم معادلة البنزين الداخل. ولا نزال في مشكلة قلة ذرات الأكسجين التي تعني قلة الخليط داخل غرفة الاحتراق، وبالتالي ضعف القوة الناتجة من المحرك. الوجه الآخر للمشكلة، الأمر الثاني، هو أن هذا البخار محمل بأجزاء من الزيت الثقيلة والتي تضر الحساسات السابق ذكرها، كما أنها تلوث وتلتصق ببوابة الهواء والثلاجة والبلوف وغرفة الاحتراق، وتتبخر خارجها تطلع مع الأكزوست فتملأ فتحات دبات التلوث الكتر كونفرتر وتسدها، بغض النظر إن كنت تستخدم زيت مدعم بالزنك والفوسفور أو خالي من الزنك، لأن هذه المشكلة راح توصل إليها في النهاية. بما أن السيارة تمشي كيلومترات عالية وتسحب بخار زيت بشكل كبير مستمر، فهذا البخار يقلل من فاعلية الاشتعال، ويحتاج البنزين إلى عدد أكبر من الأكتين ليحترق بجودة أعلى، بالذات في حال وجود بخار الزيت. طيب وش الحل؟ الحل طبعا عبر تركيب غرفة تكثيف الزيت الأويل كاتش كان، وهي عبارة عن غرفة موجودة بين غطى البلوف والثلاجة. بعض المحركات فيها أكثر من هوز، ممكن نحط فيها علبتين أويل كاتش كان أو نحط تقسيم على حرف T، وأنا بترك لكم صور لهذه الغرف. إذا عجبك الفيديو سوي شير، سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس. السلام عليكم.